وحضرتك نقسمه يعني. بتتحدثي عن هذه الشرائح المنتشرة مثلا، وضربت نموذجا لما تتعاطين حضرتك معه مباشرة، المسلمون المنتشرون في آسيا، في شرق آسيا، وهم قد يشكلون الشريحة الأكبر من المسلمين كتجمعات مكتملة. هل أنتم بحاجة إلى أساتذة علم اجتماع مثلا يكونون من بين الحاضرين معكم؟ هل تتحصلون على دعم من أبناء هذه البيئات طبعا. من الأزاهرة الدارسين في هذه المنطقة؟ كيف تتعاملون مثلا مع بعض حالات التوحش الممارس ضد أقليات مسلمة موجودة في بعض المجتمعات، مع ما يحدث في من ممارسات من بهارتا جناتا مثلا في الهند مع أقلية الروهينجا وما يجري هناك، ثم الانتقال إلى بعض معسكرات الإيواء، وما يمكن أن يستغل من أحداث من هذا النوع لإزكاء التطرف؟ طبعا احنا عندنا ليس فقط علماء اللغة، لأن اللغة هي مجرد أداة، ولكن المحتوى الذي يقدم بهذه اللغة هو الأهم، أن يكون متكامل من الناحية النفسية والاجتماعية. وبالتالي لدينا بالفعل خبراء اجتماع، علم اجتماع وعلم نفس، نستعين بهم في كثير من الأحيان في صياغة مثل هذه التقارير. فبالتالي ده بالتأكيد طبعا نحن نفعل ذلك. ليس فقط الموضوع يعني لا يصل فقط إلى الحد أو المستوى الديني فقط، أو التاكلينج يعني من الناحية الدينية، ولكن طبعا التعامل لابد أن يكون أيضا على أصعدة أخرى. فهذا بالتأكيد نفعله. حضرتك قلت موضوع بهارتيا جنتا اللي موجود في الهند، وشيء احنا من ضمن الحاجات اللي احنا رصدناها مصطلح ما يسمى بجهاد كورونا أو كورونا الجهاد، لأن مؤخرا كان المتهم الأول في انتشار جائحة كورونا في الهند كانوا هم المسلمين، لأن هم الهندوس اتهموا هؤلاء أو اتهموا المسلمين بأنهم يتعمدون على نشر كورونا، حتى يعني بيعتبروا نوع من أنواع الجهاد. وبالتالي كان في خوف رهيب من المسلمين وهجوم كبير جدا عليهم. طبعا الحمد لله الموضوع ده لم يستمر كثيرا، هو يعني استمر لبضعة أسابيع، ويعني شريحة المسلمين الموجودين في الهند، ونحن أيضا على منبر الأزهر ومرصد الأزهر أكدنا ذلك مرارا وتكرارا، بأن الإرهاب وليد التطرف وليس وليد الدين، وأن طبعا جائحة كورونا أو غيرها يعني المسلمين لن يكونوا سببا أبدا في انتشار الشر، أو هم ليسوا عملاء الشر، وإنما هم عملاء الخير طبعا في كل أنحاء العالم. دكتور ريهام، كيف تطورت منهجية المرصد في التعامل مع أفكار، مع آراء، مع بعض الفتاوى المتطرفة والشاذة التي قد تصدر من بعض المنابر أو من فضاءات إلكترونية قد لا تضبط أو لا يعلم من المتحكم فيها؟ كيف تطور مستوى الخطاب أو آلية التعامل مع هذه الفتاوى وهذه الأفكار على مدار السنوات المنقضية وصولا إلى عام 2020؟ التطور كان الحمد لله كبير. نحن بدأنا بالفعل في 30 يونيو 2015 بسبع أقسام فقط، بسبع لغات، والآن نحن نتحدث ب 13 لغة، وإن شاء الله سوف ينضم إلينا قريبا اللغة الروسية واللغة اليونانية واليابانية أيضا. أيضا اختلفنا طبعا، نحن كنا كالأطفال يعني نحبو الأول، الموضوع كان جديد جدا بالنسبة لنا، داعش كانت جديدة، الحديث باسم الإسلام على ألسنة من لا يفقهون عن الإسلام شيئا كان أيضا جديد. وبالتالي المجلات اللي احنا شفناها اللي بتصدرها داعش، المحتوى اللي احنا شفناه، اللغة بتاعتهم كانت جديدة، كل ده خد مننا وقت. احنا عندنا دلوقتي الحمد لله خبرة كبيرة في اللي احنا خلاص نعرف، طبعا نعرف الخطاب المتطرف وازاي احنا نرد عليه، عندنا مقالات وتقارير، عندنا وللأسف طبعا في يمكن شريحة كبيرة جدا من الشباب ما يقراش مقالة او تقرير او كتاب او دراسة، وبالتالي في عندنا حملات استباقية او حملات توعوية بلغة بسيطة، مثل يعني حملة أذن واعية او خذوا حذركم، أو هي برضو الأسماء كبيرة صعبة، ولكن عندما نترجمها يعني للغات دائما ما نراعي السياق الذي نترجم فيه. عندنا كانت حملة كويسة جدا اسمها أكاذيب داعش، وهي كانت عن الأكاذيب الذي روجها تنظيم داعش، فيديوهات حية، شهادات حية من ناس داءوا نار داعش، وإزاي هم بينصحوا الشباب، بنات وشباب من كافة العالم، بأنهم لا ينساقوا إلى من يزيفون دينهم، وإنما دائما ما يستندوا إلى عقولهم وأيضا إلى الأوثوريتيز أو
الكيانات المعتمدة مثل الأزهر الشريف وهكذا، لأن الإسلام جميل ومعتدل. نعم. وروح الإسلام بعيدة تماما عن روح الشر والكراهية والعنف. دكتورة ريهام، كيف تقيمون نتاج ما قدمتم؟ هل تنظرون بشكل دوري إلى حجم فاعلية أو نجاعة محتوى مقدم من جانبكم وحجم تأثيراته؟ هل هناك نظر إلى أن حملة بعينها ربما لم تحظى بقبول أكبر من غيرها لأنها لم تراعي أبعادا معينة أو طريقة تعاطي معينة، وبالتالي تعكفون على إعدادها بوسائل قد لا تكون بمثيلات ما أعدت له سلفا؟ تقليدية. نعم، نحن نحاول أيضا بالفعل يعني أن نستعين بكل ما تقوله. أولا في كانت حملة عندنا كان اسمها مفهوم الجهاد، مفهوم الجهاد تم إعادة نشرها مرة أخرى، يدعونا ونصحح تم إعادتها أيضا أو نشرها مرة أخرى. الحقيقة أن نسبة القياس هي نحن الآن نتعاقد مع شركة حتى يعني تقوم لنا بهذه المهمة. المهمة كبيرة جدا وتحتاج إلى عوامل مساعدة كثيرة، نحن نلجأ إلى هذه العوامل من حين لآخر، ولكن طبعا نسبة القياس بنحاول من خلال الإمكانيات الموجودة عندنا في المرصد أن نقصها وأن نغير من الاستراتيجي بتاعتنا وفقا لهذه النتائج، أن نتفاعل أكثر مع الجمهور ومع الشباب داخل مصر وخارجها، وبالتالي أكيد نحن نراعي يعني طبعا المؤشرات التي نصل إليها.